في العاصمة باريس تدور رحى الانتخابات لتنسج خيوطا جديدة في لوح السياسة الفرنسية المعقد ولتبرز القضايا العادلة في نبرات أصوات المرشحين. فهل ستضيء مدينة النور القضية الفلسطينية؟ دقائق الساعة تمر ويخبرنا الحدث أن صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة امتلأت بأصوات تغني لحناً جديداً بفوز تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري وائتلاف الوسط التابع للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حزب التجمع الوطني الشعبوي بزعامة ماريان لوبان، حيث نال اليسار 181 مقعداً وتحالف ماكرون 160 مقعداً، بينما تراجع اليمين المتطرف إلى 143 مقعداً فقط. أظهرت هذه النتائج نضجاً سياسياً في فرنسا، حيث تعكس بداية عهد جديد يحمل فيه اليسار مهمة تغيير السياسات الداخلية والخارجية، محطماً بذلك آمال صعود اليمين المتطرف والشعبوية التي تفشت في دول أوروبية أخرى كإيطاليا. ولكن كيف يمكن أن يؤثر هذا التحول على القضية الفلسطينية؟ تاريخياً كانت فرنسا تتبع سياسة متوازنة نسبياً اتجاه الشرق الأوسط، لكن الأحداث الأخيرة في غزة والتي بدأت قبل 9 أشهر من الانتخابات أحدثت تحولاً في المشهد السياسي الفرنسي. خلال المرحلة الأولى من الأزمة بدأ الاتحاد الأوروبي وفرنسا منحازين بشكل واضح، مقدمين بذلك الدعم العسكري والسياسي للاحتلال مع إسكات أي دعم للفلسطينيين، لكن الموقف بدأ يشهد تحولاً واضحاً مدفوعاً بالحراك الميداني والضغط الشعبي الذي ساد الشوارع الأوروبية. وبتحول الموقف الفرنسي وصلت القضية إلى مرحلة جديدة في لاهاي، حيث أدى الضغط القانوني والشعبي إلى إعادة تقييم الدعم الأوروبي لإسرائيل. كان لهذا التحول أثر بارز في تصويت الناخبين، فالحرب على غزة كانت محوراً رئيسياً قد شكل الرأي العام وأثر في قرارات الناخبين. وهنا فإن الجبهة الشعبية الجديدة استغلت هذه الأجواء لتعزيز موقفها من القضية الفلسطينية، ووعدت بخطوات جريئة قد تشمل الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدة أن مثل هذه القضايا بدأت تأخذ بعداً شعبياً وليست حكراً على النخب. على الجانب الآخر ظلت الأحزاب اليمينية متمسكة بمواقفها التقليدية، حيث رفضت أي إقرار بالدولة الفلسطينية حالياً. فهل يمكن أن يكون هذا الانتصار دعماً جديداً يضاف لسجل فلسطين؟ أم أنه مجرد وعد انتخابي آخر يتلاشى مع الوقت؟